أتمنى أن يكون كذلك عندنا هيئة صحفيين تخدم الإعلاميين. الإعلاميين عندنا مشكلتهم أنهم أكثر الناس يعني أحياناً عرضة لانتقاص حقوقهم في كثير من المؤسسات الإعلامية. أحياناً قد يصدر قرار إيقاف له ولا يوجد من يحميه ولا يكون له ظهر وسند. الإعلام وكذا يجب أن يدعم، ولن يدعم الإعلام ولن يرتقي ما لم يكن هناك دعماً للإعلاميين والصحفيين الذين يعملون في هذه المهنة والتي يطلق عليها مهنة المتاعب. نتأمل خيراً في مجلس الإدارة الجديد لهيئة الصحفيين، ونرتقب إن شاء الله ونستشرف مستقبل بإذن الله يبشر بالخير. نقول يا رب، واتمنى أن ما تخيب هذه المرة إن شاء الله، ونشوف يعني أشياء تبشر بالخير لزملائنا الإعلاميين والصحفيين في كافة الوسائل الإعلامية.